السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا لازلنا في Intermediate Accounting 1، وهذه المحاضرة الثانية في الشابتر الأخير. طبعا هذا الشابتر كان حكى أو عنوانه البالانس شيت اند كاش فلوز ستيتمنت. طبعا بدينا في الكاش اند كاش ايكويفالنت، بعدين خلصنا من الشورت تيرم انفستمنتس، والآن جاهزين نخش على القسم اللي بعده اللي هو يعني المكون الثالث في الكرنت اسيتس اللي هم الريسيفبلز. طبعا الريسيفبلز بحكي عليها انه ذمم طبعا المدينه سواء كانت اكونتس ريسيفبل او نوتس ريسيفبل. طبعا بقول هو عباره عن ميجر كاتيجوريز اوف ريسيفبلز شود بي شون ان ذا بالانس شيت اور ذا ريليتد نوت، يعني لازم تظهر في الميزانيه مع ملاحظات خاصة فيها. A company should clearly identify، لازم الشركة تحدد بصورة واضحة anticipated loss due to uncollectibles، لازم تتنبأ قيمة الخسارة الناتجة عن عدم التحصيل. وبالتالي زي ما انتم عارفين بنكون احنا حاجة اسمها allowance for doubtful debt. الحاجة الثانية amount and nature of any non-trade receivables، إذا في عندي receivables يعني مش تريد، يعني مش ناشئ عن عملية بيع بضاعة، يعني بيع آلة سيارة investments على الحساب، هذه اسمها non trade receivables. receivables used as collateral، إذا كان في أحد receivables اللي عندنا إحنا حاطينها ضمان للحصول على قرض. collateral يعني كضمان لقرض. طبعا كيف يظهر وكيف يظهر receivables؟ لاحظوا هنا بتكلم accounts and notes، زي ما حكيت كلمة receivables لحالها تعني accounts وال notes receivable. طبعا بنحطها net بعد ما نخصم منها allowance for doubtful debt. طبعا لو أخدتوا بالكم هنا بحكي هان trade receivables أو trade notes other accounts receivable، بعدين بعطيني الجروس مجموعهم، بطرح منهم الالاونس فور داوتفول اكونتس، بعطيني اكونتس اند نوتس ريسيفبل نت اللي هو هذا الرقم، هو نفسه هذا اللي ظاهر هنا. هذه طريقه الافصاح. لان البند اللي بعده الرابع اللي مكون للكرنت اسيتس اللي هو الانفنتوريز اللي هو المخزون. بقول هنا المخزون الديسكلوز تبع الافصاح بيتضمن بيسز اوف فالويشن، اساس التقييم. يعني احد الافصاحات اللي بنحطها بخصوص المخزون السلعي أو مخزون آخر الفترة، إنه لازم نحط الأساس اللي بناء عليه تم قياس قيمة المخزون. طبعًا في عنا الطريقة الأولى اللي هي اسمها lower of cost or net realizable value، أي يعني التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، أو lower of cost or market أو التكلفة أو السوق أيهما أقل. طبعًا net realizable value بتساوي الماركت بعد ما نخصم منها، طبعا باختصار بسيط جدا لكن هذا موضوع هنعرفه في المتوسطة 2، بعد ما نطرح منها يعني حاجة اسمها يعني fees to complete the sale، طبعا اللي هي مصاريف إكمال عملية البيع. طبعا cost flow assumptions الأساس أو الفرضيات اللي بناء عليها تدفق التكاليف من المخزن للبيع. طبعا زي ما انتم عارفين في عندنا FIFO LIFO average الى اخره، او يعني specific pricing method. وهنا بورينا كيف بيظهر، لاحظوا عشان احنا بنتكلم على inventories، فالinventories بيشمل ثلاث انواع او ثلاثه زائد حاجه، اهمها raw materials work in process يعني مواد خام، وحدات تحت تشغيل finished goods، spare parts احد الinventories اللي هي قطع الغيار. إذا كان في inventories in transit يعني في مخزون بالطريق لسه ما وصلتش البضاعة جايبينها من الصين وما أخذ وقت. بعدين حاطين هنا provision for inventory obsolescence. obsolescence اللي هي التقادم، يعني مخصص لمقابلة التقادم في المخزون، خصوصا إذا المخزون متعلق أو له الفاشن أو الموديل له تأثير عليه. مش فاشن، مش بالضرورة يكون ملابس، ممكن يكون يعني جوالات، ممكن يكون حواسيب، هذا مقصود بالتقادم التكنولوجي. and net realizable value والقيمة القابلة للتحقق، قيمة قبل التحقق اللي هو التخلص من المخزون بإتمام عملية بيع وتحصيل قيمة لهذا المخزون. طبعا في شوية إيضاحات تحت يعني أنا مش هقدر أمر عليها كلها.
بس اعتقد الجمله اللي انا توه حكيت عليها هي كده: estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated cost of completion and necessary selling expenses لاتمام عمليه البيع ومصاريف البيع اللازمه لاتمام عمليه البيع. طبعا هذه الشركه ثانيه، يعني هذه الشركه طبعا تعتمد على يعني قطع الاخشاب وعمل ورق منها. المكون الخامس في الكرنت اسيتس هو البريبيد اكسبنسز اللي هي المصاريف المدفوعه مقدما، وهي بيمنت اوف كاش ذات از ريكورد از ان اسيت، هي مدفوعات نقديه سجلت كاصل بيكوز سيرفيسز اور بينيفيتس ويل بي ريسيفد ان ذا فيوتشر، لانه هنستفيد من المصاريف او من خدمات المصاريف هذه في المستقبل. زي ما بدفع انا prepaid insurance هو prepaid الان، لكن احنا خلال السنه بنحصل على الخدمات من شركه التامين بان هي توفر لنا الامان بانه لو حصل ضرر اتعوضنا. البريبيد رنت انه احنا بمجرد مرور الوقت احنا بنكون حصلنا على خدمه استخدام العقار اللي احنا مستاجرينه. لاحظوا هنا بقول كاش بيمنت بيفور اكسبنس ريكوردد، هنا مدفوعات نقديه قبل ما نحصل، قبل ما نسجل المصاريف. وقتيش احنا بنسجل مصاريف اكسبنس ريكوردد؟ قال لما احنا وي ريسيف سيرفيسز اور جودز، لما احنا نحصل على الخدمات او نحصل على الاصناف. طبعا في عندنا prepaid insurance، في supplies advertising يعني expense، prepaid rent برضو prepaid taxes. لو اخذتوا بالكم ال prepaid تيجي تحت اخر حاجه، لاحظوا ايش بيجي في الترتيب تبعنا: cash and cash equivalents، بعدين accounts receivable، ما تنسوش كان في قبلها هنا short term investments، inventories، prepaid، هذول مجموع total current assets. وهنا معطينا مثال، مثال ايش مطلوب منا نعمل: prepare the current asset section of the balance sheet listing the accounts in the proper sequence، بده ايانا نحط الاصول هذه يعني حسب تسلسلها. طبعا لو طلعنا مع بعض ال current assets، في عندنا cash اوكي، هذه land مش current، patents مش current، هذه current، prepaid هذول current، inventory current، allowance for doubtful debt هنطرحها من receivables بس يعطينا اياها لهذه. بعدين and equity investments to be sold in the next quarter، هذه short term investments بتيجي معنا. عشان كده لو اخدتوا بالكم احنا استبعدنا اللاند في الغالب لانه هي مش شغلنا، واستبعدنا اللونج تيرم انفستمنتس. عشان كده لاحظوا الكاش equity investments هي مش equity، هي short term investments عشان هذه current. Accounts receivable ناقص الالاونس بيعطينا النت receivables، بعدين inventory، بعدين prepaid insurance مجموعهم بيعطيني اللي هو الجزء اللي خاص بالcurrent assets. الان وصلنا بعد النن بعد الcurrent assets وصلنا لحاجه اسمها non current assets. طبعا non current assets اول بند فيها اسمها long term investments، استثمارات طويله الاجل، وهذه في الغالب تكون سيكيورتيز، اوراق ماليه، ممكن بونز، كومن ستوكس، لونج تيرم نوتس، اوراق دفع طويله الاجل، اوراق قبض، اوراق قبض طويله الاجل، هذه استثمارات. تانجبل فيكس اسيتس اللي هي البي بي اي اللي هو نوت كرنتلي يوز ان اوبريشن، ما بتستخدمش الان في تشغيل، زي اللاند هيلد فور سبيكيوليشنز. احنا لاحظوا احنا بنتكلم على انفستمنتس، هذه الأصول لا تستخدم حاليا في التشغيل ولكن بهدف المضاربة على فرق سعرها، for speculation المضاربة على فرق السعر تبعها. special funds اللي هي عبارة عن الصناديق الخاصة، زي الصندوق sinking funds صندوق خاص بسداد الديون، pension fund صندوق تقاعد أو مخصص التقاعد، plant expansion fund صندوق عمل توسعات في الأصول، بعدين cash surrender value of life insurance يعني برضو هذه فلوس مخصصة للتأمين كتأمين بسموه self insurance، اللي هو التأمين الذاتي على حياة الموظفين. ثم آخر حاجة non consolidated subsidiaries اللي هي الشركات التابعة الغير موحدة أو لا يتم إعداد قوائم مالية موحدة مع البيرنت كمباني، أو مرات ممكن تكون affiliated companies اللي هي الشركات الزميلة اللي احنا بيكون في عندها نوع من انواع المشاملة، شوية استثمارات لكن ما بترتبش عليها انه اعمال
consolidated statements. طبعا بيحكي عنها اكتر اللونج تيرم انفستمنتس يوجوالي بريزنتد اون بالانس شيت بلو كارنت اسيتس. بتيجي هذه اللونج تيرم ورا الكارنت اسيتس ان سيبريت سكشن تحت او في قسم منفصل اسمه انفستمنتس. يعني ممكن ما نحطش كلمه لونج تيرم في بكفي كلمه انفستمنتس طالما هي ورا الكارنت يبقى هي لونج تيرم. طبعا ديت انفستمنتس كلاسيفايد اللي هو الاستثمارات في سندات الدين بتصنف الى available for sale متاح البيع or reported at fair value. النوع هذا بيتم يعني تقييمه على اساس الفير فاليو. held to maturity debt investments لكن الاستثمار في ديون او في سندات حتى تاريخ الاستحقاق او الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق or reported at amortized cost اللي هي القيمه القابله للاستهلاك. لانه هذا بيكون يعني سندات تحتفظ حتى نهايه تاريخ استحقاقها. Equity investments هذول دير بالكم التنتين ديت لكن هذه اسهم. Stock investments are reported at fair value by using the equity method بيتم تقييمها بالقيمه العادله واستخدام اللي هي طريقه الملكيه. لو اخذتوا بالكم هنا كيف بيظهروا في الميزانيه investments, equity investments, other investments. لاحظوا في عندي حساب اسمه Fair Value Adjustments to Available for Sale Securities. الـ Available for Sale واحدة من هذول في الغالب هنا أو هنا إنه في يعني فرق زيادة في تقييم الاستثمارات عشان كده زودت الاستثمارات بتاعتنا. الزيادة في إيش في الـ Fair Value؟ لما شريناها ب 10 آخر السنة أو في تاريخ إعداد الميزانية صارت ب 12,000 يبقى صار عندي 2487 هذه Fair Value Adjustments. طبعا هذه كانت على الفير على الافيلبل فور سيل سكيورتيز على الاوراق الماليه او الاسهم المتاحه او السندات المتاحه للبيع. وما يعطيني مثال هنا بده اللونج تيرم انفستمنت سكشنز كيف بيظهر هذا؟ طبعا نشوف شو هو معطينا. بري بيد رنت خذوا بالكم البري بيد رنت في منه نوعين، في منه لونج طبعا لونج تيرم في شورت تيرم بس احنا بنحكي على انفستمنت فما لوش مجالها. Then debt investments to be held to maturity فيش مشكلة. في عندي unearned fees طبعا unearned fees هذه مالهاش علاقة بال long term investments. Land held for investments من اسمها هذه lands. Notes receivable long term طبعا هذه مالهاش دعوة. عشان كده هنلاحظ انه انا في عندي بس ثلاث حسابات اللي هي debt investments land held. لاحظوا هذه land لا تستخدم في التشغيل لأن الزكاه تستخدم في التشغيل بتروح على البي بي بي على البي بي اي اللي بروبرتي بلانت اند اكويبمنت. وهذه لاحظوا النوتس افيلبل هذه النوتس ريسيفبل هذه عباره عن استثمار طويل الاجل. يعني بالعربي احنا مدينين ناس مقابل فائده عشان كده اجت في اللونج تيرم انفستمنت. نيجي الان للنون كرنت اسيتس اللي هي الفيكس اسيتس يعني اللي هي PPE اللي هي تستخدم في التشغيل. عشان كده قال هي عبارة عن tangible long lived assets used in the regular operations تستخدم بالعملية التشغيلية العادية of the business. طبعا physical property عادة يعني هي ملكية ما يعني ملموسة موجودة. land, building, machinery, furniture, tools, washing resources, minerals إلى آخره. wasting resources يعني أصول استخراجية wasting resources wasting with the exception of land مع استثناء الأراضي company either depreciates الأرض الشركة ممكن تستهلك زي البيلدينج or depleted أو depleted يعني اللي هي بنقول عنها النفاد اللي هي يعني غلط نقول عنها إهلاك أو استهلاك فنقول عنها النفاد. النفاد اللي هي زي الأويل ريزيرفز اللي هي زي الويستنج ريسورسز الأصول الاستخراجية. لو أخدتوا بالكم هي اللاند هي البيلدينجز ماشينري كابيتالايز ليسز هذه هناخدها إن شاء الله في قضايا محاسبية اللي هي بيسموها عقود الإيجار الرأسمالية طبعا صار اسمها فاينانس ليسز. ليس هولد امبروفمنتس اللي هي التحسينات على المأجور. ايش يعني تحسينات مأجور؟ يعني احنا متأجرين حاصل لكن حطينا فيه شوية شغل وظبطناه وعملنا فيه قواطع وسدة
هذه اسمها improvements. هذه improvements ولو ان الحاصل مش تبعنا، لكن improvements اللي عملنا عليها بنقدر نعتبرها كما لو كانت اصول. مش كل الحاصل بس الامبروفمنتس اللي احنا حطيناها. طبعا لسه الاكيوميليتد ديبريشيشن بيعطيني في الاخر طبعا توتال تولز دايس اند مولز نت، هذا بالصافي بيعطيني بروبرتي بلان طبعا عدد المعدات بالاخري، ومعطيني هنا السؤال لو انتم شفتوا طبعا هنا ايش المطلوب، ريبير بروبرتي بلان الاكويبمنت طبعا الاكويبمنت هيها، وفي عندنا accumulated depreciation طبعا. لاحظوا هنا land held for investments مكانها مش هنا لانها تيجي في اللونج تيرم انفستمنتس او في الانفستمنتس، لكن البيلدينج بيمشي العادي. اللاند اللي بتستخدم في التشغيل صحتين مفيش مشكله. timberland ماشي الحال. خلينا نشوف ايش اللي ايش، كلهم موجودين ما عدا الاشياء اللي احنا نمتلكها بهدف الاستثمار. وصلنا للجزء اللي بعده اللي هو الانتانجبل اسيتس.